استشار اعطيك اياها على الجو. راح اعطيك اياها على الجو. الرئيس الحلبوسي خابرني وهاي مبثقه. خابرني قال لي مر لي باكر للمجلس عندي شغل وياك. رحت دا اطب على الاخ محمد نوري وامانه الله برقبكم راح اسالوه او هسه خابره واعطيك تليفونه. تمام. لاقاني احد النواب اللي اني ادري هو شنو. لاقاني بالباب مال محمد نوري وكان يلزم الباب هيجي. صار قبالي. قلت له شو تريد؟ قال انت ليش تحكي؟ قلت له انت ومالتك انا والرئيس متفاهمين. قال انا نائب ورئيس لجنه. قلت له اللجنه والنائب عليك. طلعوا النواب صار عيطه سبني. وهذا جنابي. سبك النائب لو سبك بس خليك كمل استاذ محمد. وهذا جنابي وما اتركه والله وداع الذني لا اخذني تفقس عينه واخذني. المهم صارت مشكله كبيره. صار فشار بيني وبينه. استاذ محمد نوري طلع ما قبل دفاع عن النائب. خل احكي لك اياه. اجوا النواب الصدر دفعوه. اجوا الباقين قال له ضيف علينا وجاي المكتب رئيس مجلس النواب. هاي اهانه للرئيس. طلعت المهم طلعوني جا السايق والحمايه وصلني استاذ محمد نوري للباب. طلعت خابرت على السيد محمد الحلبوسي. قلت له خلف الله عليك. قال خابرني احمد الجابري ومحمد نوري وراح اسوي لك هيك بي وقام يسبي. تمام. باللي خابرني شيخ مهيمن وشيخ خيبت. قالوا الرئيس متخبل ومطلع من الجلسه. يا معود بس اصبر وحقك يجيك وراح نسوي قعده الصلح. اخابر على الحلبوسي يقول لي مو وقته مو وقته. اذا ضيفك بمكتبك يتجاوز عليه من واحد حرامات هو يمثل الشعب يعني العراقي. انت تعرضت الى تجاوز في مكتب الحلبوسي من اي نعم. هاي اول مره وحبا بي والله حبا بي ما حكيتها. وكل يوم يخابرني ويخابرني. خابر على استاذ هيبت. خابر على الشيخ مهيمن. على محمد نوري. وخابر الحلبوسي. عيب انا شيخ ومو جاهل واني انا بنيت التقدم بهذا الساري وبتعبي وبالاختيارات اللي قالوا لي اياها. مئات المغريات ما قبلت. تالي اجيك ضيف يجيني واحد مهتلف. تمام. واضح. يجيني واحد مهتلف يسب عرضي. لا يعني حشاك يعني عرضك مصان وحشاك من المسبة طبعا بالتأكيد. طبعا انت المفروض ما تسكت علي نائب وزير ايا كان لان احنا اليوم خابر الشيخ والله العظيم شيخه خابرته وخابرني. قال لي راح اسوي به هيش. انا محترم ما اغلط. قال لي هيش ايش راح اسوي به؟ يروح علي الشيخ يقول له مالك لازم انا وياه صاير لي في سيفس يمشي شي. من هو هذا؟ من هو هذا؟ من هو هذا؟ عفوا لا ما اذكر اسمه. خلي زين. تمام اخوي خلينا مو اول واحد يطلع من عندكم؟ هو المرشح الاساسي يعني هسه هو شيخ ابراهيم المرشح الاساسي عندكم هم راح ويا الخنجر. كل الطرح مال شيخ ابراهيم مشاكل شخصيه. زين شخصية بالبرلمان استاذي؟ شخصية بالبرلمان؟ مشاكلك شخصية. لا مو شخصية. لا واجب رسمي. انت اليوم انا اليوم بسمح لي انا اليوم مستشار رئيس مجلس النواب. وقتك انا ادخل القى نائب من النواب يسب عرضي وبقي واقف على شنو؟ انت صدق السولف شيخ. انت تقول انا شيخ. كل شبكته حلو. انت تقول انا شيخ. ابقي واقف على طوله والله تحل. والله اخلي الله ما خلق. انت صدق السالفه اللي قاعد تحكي فيها على الاعلام. والله واحد يسب عرضي اني من على عرضي اني من على من رئيس والله هو نائب بالبرلمان شنو منزل من السماء. هو احترم المؤسسه التشريعيه. انت سكتت. انت رضيت بهذه